وتاني طبق هنعمله النهارده فطيره الفراخ بالمشروم، او لو هنسميها في الباستي هناك في انجلترا بيسموها باستي، بيحشوها حشوات مختلفه. انا اخترت النهارده معاكم ان انا احشي الباستي او الفطاير اللي معموله بالباف بيستري، معموله بالفراخ والمشروم. معانا تليفون مدام كريم. الو. ايوه تمام. ازيك يا مدام كريم؟ ازاي اخبارك؟ ازيك يا حبيبتي؟ حبيبه قلبي منوراني دايما، يعني لما ما بسمعش صوتك يبقى في حاجه. ربنا يا رب يبارك لك يا عم، ربنا حبيب. يخليك. ربنا يخليك. في الصيف بجد كلكم حريصين مكملين بعض، وبجد عايزه اشكركم الله على الحاجات الحلوه اللي دايما بتعمليها. ربنا يخليك يا حبيبتي، احنا سعداء. انا سعيده بتشجيعك وسعيده ان انت صديقه لبرنامج، ودي حاجه تبسطنا كلنا يعني كست ستات وكبرنامج. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب يا حبيبتي. وابننا الجميل الصغير اخباره ايه؟ والله كله تمام الحمد حبيبتي. لله. ربنا يخليه طبعا لك. ربنا يخليك. ربنا طبعا انا يخليه. عايزه اقول لك بجد الحاجات الهيلثي اللي دايما بتعملوها والاكلات اللي مدخلين فيها الخضروات والحاجات لازم دي بجد يعني تحفه احنا وجميله. بنحاول يا حبيبتي ربنا يخليكي، احنا بنحاول نخلي القيمه الغذائيه بشكل عام عاليه، لانه الناس دلوقتي متعوده تاكل اكل الشارع والاكل من بره، ومتعرفيش السورس او المصدر بتاع الخضار ايه او الفاكهه ايه، فهي بنحاول نعمل كل ده علشان الناس تاكل يبقى اكل صحي، حتى الصحه نفسها ما تبقاش تعبانه ولا البطن تعبانه، يعني بقد ما نقدر ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله ونعمل لكم حاجات جميله في ست ستات. هنقول المقادير بتاعه الفطير بتاعنا او فطير الفراخ بالمشروم. معانا زبده للتشويح، وثلاث لاربع صدور دجاج متقطعه صغير جدا، ممكن نقطعها شاورما، ممكن نقطعها مكعبات حسب الرغبه، ومعلقتين ومعلقه كبيره زعتر مجفف، واربع معالق كبيره بصل اخضر متقطع، ومعلقه كبيره مستارده، معلقه كبيره دقيق، ومعانا واحد كوبايه مشروم متقطع، وشرايح الباف بيستري اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت يعني كلها موجوده افيلبل ومتاحه، ومعانا حليب وبيض علشان هندهن بالوش. اول حاجه انا بعملها هعمل الحشوه الداخليه بتاعتي. انا بحط برضو الطاسه على النار وبنزل الزبده، وهبتدي اشوح الفراخ بتاعتي، وبعدين انزل بعدين البصل الاخضر. ده هو انا الزبده بتنزل، وانا هروح على طول مجهزه الفراخ. احنا الكاميرا هتوضح معانا الفراخ متقطعه بالمنظر ده كده اهو. عادي ممكن بسهوله جدا ان احنا نقطع الفراخ زي ما انت عايزه، ان احنا هنعمل دي حشوه، دي هتكون حشوه داخليه مفيش مشكله خالص، ما نقلقش يعني دي حاجه مش هتبان معانا. احنا ممكن لو حد بقى عايز يقلل شويه السعرات الحراريه مثلا في الباف بيستري او في الفطاير دي، ممكن نحط زيت زيتون او اي زيت نباتي انت عايزاه تشتغلي بيه مفيش مشكله خالص. هستنى بس الفراخ تاخد الشوك الاولاني بتاعها، وهنبتدي نحط بقيه المقادير بتاعتنا. عايزه اقول لكم حاجه، ان الباستي او الفطاير دي ممكن نحشيها اي حاجه، ممكن نحشيها لحمه مفرومه برده بنفس الطريقه لما ندخل معاها اي نوع من انواع الخضروات، ممكن في ناس تحشيها جمبري، ممكن تتحشي اي نوع من انواع الجبن او كذا نوع جبنه على بعضه. ايه كمان حاجه ممكن اقولها لكم، ممكن نحشيها بلوبيف، برضو ساعات بنعملها بالبلوبيف، ساعات كتير نعملها بالتونه تبقى حلوه جدا جدا برضو الفطاير دي بالتونه، بس طبعا ساعتها انا مش هسوي التونه، انا هشتغل كله بره، وبعدين على خليط التونه بتاعي هبتدي انزل كل المحتويات اللي انا بعملها. هنزل بالراحه كده البصل الاخضر، بيدي حلوه بنتيجه حلوه قوي قوي معانا في الحشو بتاع الفطاير. محمد بس انا هستاذنك تجهزي النشابه كده، هي هتدبل معانا، لان احنا مقطعين زي ما انتم شايفين الفراخ صغير جدا، فما بتاخدش وقت خالص منها ايه تستوي معايا. مساء الخير، معانا جنى. الو. الو جنى. الو. اي جنى ازيك؟ الحمد لله حبيبه قلبي. اخبارك ايه؟ انت عندك كام سنه يا جوجو؟ نعم. انت عندك كام سنه؟ عندي 11. حبيبتي ما شاء الله عليك يا جماعه، انا في منتهى السعاده ويعني احترامي الكامل للامهات الجميله اللي بتخلي بناتها تتفرج على البرامج وتتعلم الطبخ من سن صغير. انت بتحبي المطبخ يا جنى؟ اه وبحب حضرتك كمان. يا حبيبه قلبي انا بحبك اكتر، انت جميله، انا مبسوطه بيكي. بتساعدي ماما يا جنى بقى؟ جنى ممكن توطي التلفزيون او توطي صوت التلفزيون عشان اسمعك؟ حاضر. قولي لي بقى انت بتعملي ايه، بتساعدي ماما ازاي في المطبخ، بتحبي تساعديها ازاي، بتعملي معاها ايه في المطبخ؟ تعمل بيتزا. تعملي بيتزا، برافو عليكي، كل البنات الصغيرين يحبوا يعملوا بيتزا. تعملي ايه كمان؟ مكرونه بشاميل. تعملي ايه؟ مكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل، ايه الشطاره والجمال ده، برافو عليكي يا جوجو، برافو عليكي.
طب انت مش عايزاني اقول لك اي حاجه؟ انا انت عايزه تعمليها اقول لك وصفه؟ ينفع بس ايه في الشوكه؟ عايزه كيكه ايه؟ عايزه شوكولاته؟ عايزه كيكه ايه؟ قولي لي قولي لي عايزه كيكه ايه جن؟ الو جنى قولي لي عايزه كيكه ايه؟ للاسف الشديد الخط قطع. مش مشكله يا جنى، انا هستناكي تكلميني تاني وهقول لك برده مقادير الكيكه، مفيش مشكله خالص. احنا الخلطه بتاعتنا فراخ على النار، البصل الاخضر، حطينا المشروم، حطينا الزبده. انا دلوقتي بعمل معلقه بس دقيقه عشان عايزه الخليط بتاعي يمسك مع شويه لبن، بدوبهم بس في بعض كده عشان انا عايزه بس الخليط يبقى الى حد ما في نوع من انواع السماكه، علشان وانا بحطه في الباف بيستري ما يبقاش مبلول ويبوظ العجين بتاعي. راحه كده اهو، هي هتلم لوحدها ما شاء الله زي الفل. ده اهو انا ما حطيتش ملح، حط ملح كان برده، فلفل. دي اصلا ريحتها حلوه قوي الحقيقه، الزعتر بيخلي ريحه الصوص غير عاديه. اهم حاجه ما يكونش عندي مبلول، يعني ما يكونش عندي الخليط منزل اي ميه، لان عشان ما يخليش الباف بيستري بتاعي تبوش، دي حاجه مهمه جدا. انا كنت عايزه وانا هسيبه بس يدبل دقيقتين على النار، كنت عايزه اوري لكم حاجه لطيفه جدا. انا عارفه ان تقطيع المشروم ساعات بيبقى سخيف وممكن حد يعور ايديه لو مش هو بيقطع بطريقه بروفيشنال، فانا الحقيقه حركه بسيطه قوي وسهله مش هتاخد منك وقت. قطعت البيض المسلوق بتاعتنا بس تكون حاميه، والمشروم بتاعنا بالمنظر ده ما ياخدش منك بالظبط دقايق زي ما معوداكوا، وسهل وبسيط ومن غير تعيد. انا بحط المشروم كده اهو زي ما بنحط بالظبط البيضه المسلوقه كده اهو، المشروم اهي بالمنظر ده اتعملت. عايزاها انا كمان حجم اصغر اروح اخداها كده بنفس الصفه بتاعته اهي، بقت بالمنظر ده كده واتقطعت، يعني ايه زي ما بيقولوا في اللا وقت اهي. بصوا نزلت كده اهو جميله جدا، متقطعه ومتساويه كمان، يعني حتى عمر ايدينا احنا كبشر ما هيجيبوا التقطيع متساوي بالظبط كده زي قطعه البيض كده اهو. طبعا انا مش بحب اهري المشروم لانه عشان قيمته الغذائيه تفضل قاعده فيه. خلاص انا هرفعه كده من على النار. مساء الخير، معانا استاذه ايمان. الو. ايوه يا مروه، ازيك؟ اهلا وسهلا استاذه ايمان، ازي حضرتك؟ حضرتك كلمتيني قبل كده، اهلا وسهلا. اهلا بيك حبيبتي النواره ست ستات، الله يخليكي. ازي حضرتك؟ انت اللي منوره والله بجد حبيبتي، انا سعيده بتليفوناتك. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. طب ما تامريناش باي حاجه مدام ايمان، بقى انت متابعه بقى جيده من في ست ستات، يعني انا سعيده بحضرتك جدا. وانا والله سعيده بيكي جدا حبيبتي. يعني ربنا يخليكي، حاجات جميله قوي حبيبتي. ربنا يخليكي. طب ما تامرينيش باي حاجه، مش عايزاني اقول لك اي حاجه مختلفه. انا كنت عايزه اقول لك ان انا الفريك من الحاجات اللي انا بحبها جدا. الفريك؟ بس انا بس انا مش بعرف الاقي له اصناف يعني. طب انا بقى يعني شوفي، انت بنت حلال، انا النهارده شغاله سلطه بالبرغل، يعني بالفريك، يعني فريك، فاتفرجي علينا وحلوه جدا علشان الناس اللي بتخسس تملى البطن وبتبقى كلها الحقيقه فايده عاليه جدا، فيعني سبحان الله يعني القلوب عند بعضها زي ما بيقولوا. انا عامله النهارده حاجه بالبرغل وان شاء الله باذن الله تعجب حضرتك. حبيبتي الخط فصل، تابعينا وان شاء الله بعد الفاصل هنعمل السلطه بالفريك. احنا جبنا كده هي عجينه الباف بيستري. عجينه الباف بيستري يا جماعه مهم جدا انها ما تكونش سايحه ولا مبلوله، لازم اما ندخلها الثلاجه نتاكد، لازم ندخلها الثلاجه نكون متاكدين انها مقفوله عليها تماما ببلاستيك، حتى لو انا هشتغل ما تكونش بره البلاستيك. انا باخدها واحده واحده، انا قبل ما اهو انا قبل الهواء على طول طلعتها من البلاستيك لانها بتنشف الحقيقه هتعمل كراكس منك او هتتقطع. بحط حاجه بسيطه قوي كده دقيق. محمد استاذنك التري بقى اللي هتدخل فيها الفرن. ايوه تسلم ايدك براحه خالص، انا بس بفردها علشان ما تبقاش تخين كده. ماشي خلاص، احنا مش قدامنا وقت على البريك، انا هعمل كذا واحده استاذ محمد وبعدين هنبتدي عشان نطلع البريك التاني. هي اتفردت معايا كده، احنا شايفينها بالشكل ده. انا هروح حاطه الحشوه في قلبها، ما نكترش الحشو. حاضر تمام ده وكده عشان يبان معانا اللي احنا بنعمله. منتهى البساطه اهو، انا هروح قافل عليها كده عشان تبقى زي بالظبط الفطاير اللي بناكلها بره في انجلترا. زي ما قلت لكم اسمها باستي، تبقى محشيه حشوات مختلفه، تونه تلاقي، جبن تلاقي، بلوبيف تلاقي، لحمه، كله موجود بالشكل ده. مساء الخير، معانا ليلى. الو. الو الو، مساء الخير. الو ايوه استاذه ليلى اتفضلي.
ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ استاذه ليلى ممكن توطي التلفزيون شويه؟ انت بنوته صغيره ولا مادموازيل؟ لا انت بنوته صغيره؟ لا انا مادموازيل. مادموازيل اهي، انت قلتوا عليها صغنونه، هي مادموازيل اهي. عندك كام سنه يا ليلى؟ انا عندي 18. يا حبيبتي برافو عليكي يا حبيبتي، ده انا اسم ليلى ده من اعز الاسماء على قلبي، انا بنتي اسمها ليلى. حبيبتي اموريني يا ليلى، انت منورانا في ست ستات. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. اموريني يا ليلى، تحبيني اساعدك في اي حاجه، اقول لك اي وصفه تقدري تعمليها؟ بس حضرتك انا عاوزه طريقه الكفته بالبرغل. الكفته بالبرغل من عينيا، حاضر اقولها لك. وممكن نعملها كمان يا جماعه، رمضان داخل وهنعمل فيها اصناف حلوه جدا، مش هقدر اشتغل كله غربي برده في رمضان، هحاول برده ان انا اخلي شيء من هدخل مطابخ كتيره مختلفه معانا، لان رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين يحب ايه؟ تنويع، والناس بتزهق، فاحنا بنحب ايه نكتر. وان شاء الله باذن الله هقول لك الكفته بالبرغل يا استاذه ليلى، انت نورتينا وانستينا تليفونك، ربنا يخليك. احنا عملنا كده اهو بالشكل ده اللي هندخله الفرن. الفرن بتاعي برضو بيكون دافي، انا هعمل اخر واحده معاكم عشان هدهن الوش قبل ما نطلع الفاصل، وهندخلها الفرن وهنشوف لما دخلت الفرن طلعت بالمنظر، منظر جميل جدا وبتبقى هشه وبافي جدا. تمام، انا هعمل دي. تمام، هعمل واحده كمان، مش مشكله خالص، وبعدين نطلع مع بعض الفصل. زي ما بقول لكم كده، ممكن على فكره انت لو يعني عندك اي نوع من انواع مثلا انت كرييشن او حاجه انت عايزه تعمليها، ممكن بدل ما تعمليها مستطيلات تشكلي، مفيش مشكله خالص. يعني الفطاير او عجينه الباف بيستري بتبقى سهله جدا في التشكيل، ما بتاخدش يعني ما بتكونش ما بنلاقيش فيها اي صعوبه. انا بس ما بحبش احشيها زياده اهو كده، لان هي ما شاء الله بتبقى بافي وبتنفش في الفرن كده وبتعلى، ما شاء الله بشكلها جميل قوي، طعمها اجمل ان شاء الله باذن الله تعجبكم. كده اهو خلاص بالمنظر ده بالراحه، لان هي بتبقى حقيقه عجينه حنينه جدا، انا ما بحبش اتقل عليها. بكون مجهزه البيضه بتاعتي ربها كويس وشويه لبن، وانا هدهن الوش كده اهو. وطبعا احنا حطينا على سيليكون مات او على ورق زبده، لو مش كل الستات عندها السيليكون مات دي مفيش مشكله خالص، حطي ورق زبده واشتغلي عادي، مش محتاجه على ورق الزبده تنزلي اي زبده، تحطي زبده او اي نوع من انواع الدهون، لان ورق الزبده مش بيخليه يلزق، مفيش مشكله خالص. ده انا بس بغطيها كلها علشان انا عايزاها كلها تاخد اللون الذهبي الجميل. دخلها الفرن، ما تقعدش في الفرن 20 دقيقه، يعني 20 دقيقه لنص ساعه حسب درجه حراره الفرن بتاعك.